فيما يتعلق بالإضراب الذي أعلن عنه من طرف عدد من النقابات والهيئات في قطاع التربية والتكوين، أود هنا التأكيد على النقاط التالية. أولا، ممارسة الإضراب حق مشروع مكفول دستوريا. في نفس الوقت، يمثل إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في مسار الإصلاح الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين أحد الاختيارات الاستراتيجية للحكومة وللوزارة تحديدا، لأن النقابات لها دور دستوري واضح، دفاع الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، فضلا عن أن الوزارة الوصية ملتزمة بمأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا. ثالثا، بالنسبة إلينا، الوزارة منذ بداية الدخول المدرسي انخرطت، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي انخرطت في حوار انطلاقا من الأسبوع الثالث من شتنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى مراعاة التزامات كل طرف، ولكن أيضا البحث عن حلول معتدلة مقبولة لعدد من القضايا المطروحة. وهنا لابد من الإشارة أنه عدد من المطالب، مثلا الإشكالية المرتبطة ببعض السلاليم أو ضحايا النظامين أو عدد من المطالب، هي مشروعة والوزارة معنية بضرورة معالجتها وإيجاد الحلول لها. وشكلت لذلك لجان موضوعاتية، وكان من المنتظر أنه نهار 28 يوم 28 دجنبر 2018 أن تقدم خلاصات أشغال لجان الموضوعاتية. للأسف التزامات طارئة لبعض الفرقاء الاجتماعيين لم تسمح بعقد اللقاء المذكور. رابعا، بالنسبة إلينا في الحكومة، وكما يعني أحرص دائما على تمثلي، نسب المشاركة في الإضراب من عدمها لا ننخرط كحكومة في النقاش أو الجدال حول الأرقام. إذا كانت هناك إشكالية مشروعة بغض النظر عن نسبة المشاركة، ينبغي أن تعالج وأن نجد الحلول لها، ولهذا باب الحوار مفتوح وعدد من الملفات المثارة في الملف المطلبي مطروحة ضمن الحوار الاجتماعي المركزي. السيد رئيس الحكومة مع السيد وزير التربية الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية كوزارة الاقتصاد والمالية يشتغلون على متابعة هذا الملف بانتظام ومدارسة كافة عناصره، لأن أحد الإصلاحات الكبيرة المطروحة على بلدنا والإصلاح ديال منظومة التربية والتكوين، ولا يمكن تصور إصلاح بدون مساهمة فعالة لمجموع الموارد البشرية الفاعلة في هذا القطاع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.